مطعم ناجح بيهتم بكل التفاصيل اللي ممكن تعتقد انها بسيطة جدا، زي مثلا فاتورة المبيعات، بس خلي بالك دي اهم مما تتخيل. فاتورة المبيعات في المطعم ممكن تحكم على تجربة العميل بالكامل، اما ان تكون ايجابية او سلبية. فاتورة المبيعات في المطعم تعتبر بكل بساطة للمحترفين انعكاس لمدى جودة المطعم ومدى رضا العملاء عنه. العميل بيهمه ياخد احسن جودة واعلى خدمة، بس ما يتفاجئش مع نظام فيرب ان الفاتورة تبقى اعلى جودة واحسن خدمة. فاتورة المبيعات كمان لازم تكون واضحة وفيها كل التفاصيل اللي محتاج العميل انه يعرفها. نظام فيرب المطاعم بيوفر إدارة لفواتير المبيعات، بتدي لك خيارات ومزايا كتيرة جدا لتحسين تجربة العملاء والحصول على رضاهم في النهاية. نظام فيرب كمان بيوفر لك تسلسل لفواتير المبيعات، سواء كنت عايز التسلسل ده يكون يومي أو شهري أو سنوي. نظام فيرب هيوفر لك تفعيل الضريبة على فاتورة المبيعات. وكمان تقدر في نظام فيرب انك تظهر اسماء الوجبات في شاشه الفاتوره على حسب لغه المستخدم. نظام فيرب لاداره المطاعم بيتيح لك انك تتحكم في قيمه التوصيل حسب ما انت عايز، فلما تيجي تضيفها على الفاتوره سواء كانت هتعرف قيمه توصيل ثابته لكل الفواتير بتاعتك او قيمه متغيره بناء على حجم الفاتوره نفسها او على منطقه معينه. نظام فيرب هيوفر لك مزايا كتير هتخليك قادر تتحكم في مستوى خدمه مطعمك، وكمان هتخليك قادر انك تتحكم في فاتورة مبيعاتك، ده طبعا هيعود على العميل. كمان بيوفر لك نظام فيرب توضيح لاسماء الوجبات في الفاتورة وبشكل واضح للعميل. وكمان تقدر تضيف ضريبة القيمة المضافة على سعر بيع الوجبة او على حسب سياسة مطعمك. وكمان تقدر في نظام فيرب انك تغير في الفاتورة بعد حفظها او انك تخفي الوجبات غير مسعرة من الفاتورة.